استمرت المعارك وما تغيرت النتائج. في كل مرة كان بخروش يرسل نفس الرسائل لمحمد علي باشا، فذاع صيته حتى صار الباب العالي في إسطنبول يطالب بالقبض عليه وفق المراسلات الرسمية الموجودة في الأرشيف العثماني. جن جنون محمد علي باشا وقرر أنه يرسل حملتين ضخمة لمحاصرة بلاد زهران. وصلت الحملات مسقط رأس بخروش وحاصروا القرية وضربوها بالمدافع وصمدت في وجههم قرابة 6 أيام، لكنها أخيرا سقطت بسبب الفارق الكبير بين الإمكانيات. بعد معارك وهزائم وكر وفر تم اعتقال بخروش بن علاس ونقلوه للقنفذة، ويوم حطوه في الأسر لقى في السجن رفيقه طامي بن شعيب. مالك بالطويلة، بخروش ما استسلم في ليلة مظلمة، قتل حارس الخيمة وهرب، لكنهم لحقوه وقبضوا عليه. باختصار قالوا دام هذا الرجال حي مو بساكت، وخلوه يقابل محمد علي باشا اللي قال له انت الحين ما تتوب، مأسور وقاعد تقتل جنودنا، من المفترض انك تبحث عن الشفاعة. وهنا قال جملته الشهيرة، انا بدون قيود اكون حر، اسوي اللي ابي. هنا قرر محمد علي باشا بحنق وغضب كبير وامر جنوده انهم يضربون بخروش بسيوفهم بدون ما يقتلونه عشان يعذبونه ويخلونه يتمنى الموت. لكن بخروش مات بعد فترة بسبب هذا النزيف، موته بشعة. بعدين أخذوا رأس بخروش وقطعوه وعلقوه على ظهر صاحبه طامي بن شعيب، وأرسلوا طامي لإسطنبول عشان يعدم هناك. هذا اللي صار، دفن أبطال الدولة السعودية في إسطنبول، لكن سيرتهم ما دفنت إلى اليوم، فما الله.